اليوم بنام بالجيب تدري ليه؟ لأني بصفر بشبع نوم. اليوم تعبني. سكرت البال تصبح على خير. مع السلامة. صباح الخير. لا مو تسكر عادي يا اخوي. اي خله. النوم وش النوم هذا؟ كل هذا نوم؟ ابو صالح يحق له الشاعر، يحق له الشاعر يسوغ المعاني والشعور، ولا تزين الدلة إلا بريح بهارة. ما حسدنا واحد مقصد أحب الظهور، السنين التالية أكثر شعار. أي والله صح الله سالم. يعيش أي كفو والله. أي ترى السيارة غالية يا حمود، ما نخلي البيت كسرها. وين هذه أنت كل يوم أمك تسألني تقول تبي نبيعها ولا لا؟ قلت تبي نبيع السقز. شو رأيك نبيعها؟ تبيعها. ليه ما نبيعها؟ خلاص نجيب غيره. نشتري قلبي. قلبي؟ ايه هلا لك هذه، لك ترى اشترى لك بعد؟ يعني تبي بوز؟ نحمد الله يوم يسر لنا الجيب ونشكر اللي ورده ثم جابه من مصر على اليابان. بابا عذاريب من اختراع مهندس حط بابا عام 94 جوه الملايين جوه التاج دفتر حسابه، وانا اشتريته بث مندوب تحسيب، لو زاد سعره قلت ما يغلابه تنكين والثالث عملناه تركيب، والما بجنبه مع مخازن ذهابه مكمل حسب الطلب، والمراكيب مع واحد ساق الثمن واعترابه، روس اسست مبرشمه بالوليب وريشه مرايعي، نقشت فوق بابه والحوض متر بطول مترين تكعيب وطبق بابه، تشوف الكثافه ما هو بصالون مراتب وترتيب، اذا انكسر طيح عطيب خرابه، شلنا عليها الفارسي للمطاليب مصرون، وإذا لقى الخلب صابه وقت السماح، ولا عصينا مع زيب وحد حمايه ما وطينا جنابه، إذا خفت مع خايع للمطاليب يزين مع خطوة القرار انحطابه، أيمن من الثيات ويسر من السيب اللفت السكة قطاعها شرابه، غربي من الهوة شمال من البيب في سهلة مثل الخباري سرابه، نزرع الحصن من ضربها بد وليب مثل البرد بول ان خليت البكره الحين تهدر لك اللي تبي، وخليتها تطردك بعد، مو بس هدر هو اللحم. ما قال شيء. حالك اي دفها دفها. يا ليت تطرفه يا ليت. امسكها امسكها من عندها. حداك انا يلا. عليها فلوس؟ وشك حياتك فلوس فلوس انت؟ 10 ريال. يلا من هذه لهذه. يلا. لا خطأ. يلا بسرعة. والله ما توقف بك غير عند الروسة. لا بقريح احلى. خله خله تكفى يا حمزه خله. يلا اقمص. 2 3 جيب ال 150 بشربه والله. راح اجيبها الحين. الحين ما معي منين قاعد. ومشوار 500 منين؟ اعطيك اياها جيت الديره ان شاء الله هتخلص. ما شاء الله عليك.
أصحابك الغاليين نجت من أصحابك الغاليين لك شيء خلى الهبايب في قفاها ومشكوك بعض السوالف وجهاش ولا الهنية وجهنا قبلها وجه معنا صح الله سألك يا أبو صالح.